محمد سامي المخرج المعروف علق تعليق، يعني مش عارفة اوصفه بايه غير ان هو تعليق يعني لا يليق بمخرج كبير، قال على الفنانة الممثلة نسرين امام ان هي كومبارس درجة 5، ان هي بتغير من مراته، وان هي اصلا من يوم الاسطورة وهي هو مش شايف ان هي المفروض تكون موجودة على الساحة. والكلمة اللي اتضايق اكتر قوي 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 ان هو قال ان هي خليفة الفنانة الجميلة عائشة الكيلاني. قبل ما اقول لكم رد نسرين امام على الموضوع، انا عايزة اقول ان لا مشاكل شخصية ولا مشاكل في الشغل ولا مشاكل عموما في اي حاجة تسمح لأي إنسان إن هو يتطول بأي لفظ جارح، لأن أي لفظ جارح يعتبر تنمر لفظي وكمان يعيب في خلقة ربنا. محدش كان مقرر هو هيتولد شكله إزاي وهيعيش شكله إزاي. بنحاول نحسن من نفسنا ومن شكلنا الجمالي ومن شكلنا الروحي، لكن ده مش معناه ان في اي حد له الحق ان هو يعلق او يعيب في خلقة اي حد تاني. اللي كان مفاجأة بقى هو رد نسرين امام، اللي ردت بمنتهى نسرين امين، اللي ردت بمنتهى الانسانية والحب والتواضع، وقالت انا مبسوطة بشكلي والحمد لله على شكلي والحمد لله ان انا ربنا خلقني حد كويس، انا بنجح من غير واسطة، انا بنجح من غير تنازلات. فده في حد ذاته كان حاجة كويسة. بقول لي نسرين امام شابو جدا ليكي، بقول لها نسرين امين بقول لها شابو جدا ليكي، بقول لها يعني انت كسبتي حب كتير بالاحترام، لان انا ممكن اكسب الناس بطرق كتير بس اكتر طريق بيفضل او اكتر طريق بيكمل معانا في حياتنا هو طريق الاخلاق والسلوكيات الحلوة. نسرين امين من الممثلات الجميلة اللي حازت على اعجاب كتير من الناس.